67. يعني هو طبعا شاف المشهد وكان بعيد عن المشهد السياسي ساعتها، ما كانش شريك في المشهد السياسي. رأيه في عبد الناصر رئيس الراحل جمال عبد الناصر، رأيه في مشير عبد الحكيم عامر، كان بيحمل مين مسؤولية النكسة 67؟ هقول لحضرتك، يعني هو جمال عبد الناصر اللي هي بداية بقى مربط الفرس في موضوعنا بتاع عودة سيناء وكيف استعاد ما يعني ما ضاع من سيناء في 67. بالظبط. عبد الناصر كان من الرجولة بحيث انه يتحمل الكارثة لوحده حقيقة، بدليل ان هو قال انه مستقيل وسايب لانه حس انه هو المسؤول الاول عن اللي حصل، في حين انه ما كانش لوحده. يعني حرام نقول هو لوحده، هما الاثنين مشتركين فيها، عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. بس الناس اخذوا على الرئيس عبد الناصر الجملة اللي كتبها الاستاذ هيكل، انني على استعداد تام لتحمل المسؤولية. يعني قالوا الاستعداد وليس تحمل المسؤولية. لا، هو تحملها وقدم استقالته. الراجل مش هل كانت هذه الاستقالة حقيقية فعلا؟ والله يعني هقول لك في الفترة دي قالوا مثلا ان علي صبري وطلع الاتحاد الاشتراكي في الشوارع عشان يقولوا لا تتنحى وابقى. ممكن يكون ده شغل الاتحاد الاشتراكي. لكن انا مرات انور السادات، وانور السادات كان رئيس مجلس شعب ساعتها اللي هو البرلمان، اتحايل عليه. عبد الناصر كان متمسك انه يتنحى، كان متمسك وقالها على التلفزيون، كان صادق في تنحيه جدا، كان صادق فعلا. ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدوني عليه، لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ابقى فأنت السد الواقي لمنى الشعب، ابقى فأنت الأمل الباقي لغد الشعب، أنت الخير وأنت النور، أنت الصبر على المقدور، أنت الناصر والمنصور، ابقى فأنت حبيب الشعب، حبيب الشعب. بمناسبة عبد الحكيم عامر افندم، هو اتقتل ولا انتحر؟ طب ما هي مفهومة، يعني ايه ده، عايزة كلام مفهومة. اتقتل يعني انتحر، يعني ما يعني هي مفهومة ان انتحر. انتحروه. اكيد طبعا. اصل هقول لحضرتك حاجة، رئيسين في مركب تغرق، عبد الحكيم عامر ايامها مسك دماغه ان هما اتفق مع عبد الناصر يا يستقيلوا سوا يا يحكموا سوا، ففعلا عبد الناصر استقال وهو استقال. عبد الناصر الشعب رجع كلمة حق، يعني مش هو راجع من مزاجه، لا، الشعب رجع عبد الناصر. فهو حتى عبد الحكيم كان بيجينا في الهرم على طول يعني، فكان زعلان جدا، يقول لا احنا اتفقنا ان احنا يا نبقى سوا يا نرجع سوا. فقلت له يعني دي مأساة يا حكيم، ايامها مأساة، سيب عبد الناصر يكمل المسيرة وبعدين تعاتب معاه بعد كده، يعني بلاش العتاب دلوقتي في الوقت الحرج ده. فيقول لي لا يا جهان ازاي وبتاع يعني الحقيقة هم كان صلتهم ببعض صلة قوية جدا، يعني مجلس الثورة كله كان مع بعض شيء، وعبد الحكيم وعبد الناصر شيء آخر. إذا كانوا انتحروه أو قتلوه، عشان أكون يعني التعبير واضح، بس مش صعب ان الاخ يقتل اخوه عشان خاطر السلطه، ولا السلطه ممكن تعمل اكتر من كده؟ مش عبد الناصر اللي قتله، لا. يعني انا بعتبر الناس اللي حوالين عبد الناصر ايامها عشان يخلصوا من مشكله. بس معقوله يا فندم وانت ادرى مني وانت شاهده على العصر، كان في حد في مصر يستطيع انه يتخذ قرار بتصفيه عبد الحكيم عامر من غير الرجوع لرئيس عبد الناصر؟ صعب جدا لواحدة عارفة العهد ده وعارفة مين هو عبد الناصر. طبعا. بس أنا ما تصورش، لأنه حزن عليه جدا.